خلينا نشوف النبي صلى الله عليه وآله باختصار في خطبته ذكر أول شيء بعد ما بينا أن ضيوف الله في هالشهر، ذكر اسألوا ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين أياما معدودة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. هذا برنامج. وتلاوة كتابه أيضا، هذه النقطة الثانية التي أرادها رسول الله، أن نقرأ القرآن في شهر رمضان. ومن الطبيعي ليس المراد فقط قراءة الكلمات، تدبر الكلمات. أفلا يتدبرون القرآن، أن تقرأ وتفهم، وعندما تمر عليك كلمة وما تفهمها اكتبها حتى تسأل عنها بعدين، حتى تصير عندنا ثقافة القرآن. لأنه إذا صارت عندنا ثقافة القرآن صارت عندنا ثقافة الإسلام، وصرنا نفهم الإسلام كما أراد الله لنا مما أمرنا أو نهانا عنه. والحديث أيضا الخطبة بتقول من تلا فيه في شهر رمضان آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن في غيره. كيف إذا ختمت القرآن بغير شهر رمضان، كل آية أجرها أجر ختمة شهر رمضان. هذا للتأكيد على أن يقرأ القرآن في شهر رمضان، لأن القرآن هو النور، هو الذي كتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يعني القرآن هو نور القلب، قد جاءكم من الله نور. فالإنسان كلما قرأ القرآن بوعي وتدبر أكثر كلما أشرق في قلبه نور الإيمان ونور المعرفة أكثر. هذا الثاني. الثالث التصدق على الفقراء والمساكين. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. إنسان كل واحد لديه أقرباء فقراء، لديه جيران فقراء، لديه أصدقاء فقراء، وهكذا أن يتصدق. والصدقة قيمتها نتائجها جدا كبيرة. في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة. يعني إذا عندك مريض فمن وسائل مداواته أن تتصدق عنه، فإن الله قد يرحمه بالعافية بفعل تلك الصدقة. سوسوا إيمانكم بالصدقة. يعني أنت الآن هل إيمان اللي عندك كلما تصدقت أكثر كلما عظم في نفسك إيمانك أكثر.